السلام عليكم متتابعيني الأعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتاهدوا هذا الفيديو. اليوم غادي نحضر معكم هذه الخبيزه الصراحه كتجي غزاله، كتجي بحال شكل بيتزا. المهم كنتمنىكم تجربوها، ودابا غادي ندوزوا للطريقه التحضير اللي ساهله توجدات الاخر لحظه وكتجي بنينه، واحد المذاق كيكون فيها رائع. دابا نبداو الطريقه التحضير. اول حاجه خديت جوج كيسان ديال الفرينه، الى عندكم الفينو من الافضل ديرو او الدقيق، المهم كيبقى اختياري ليكم. انا هنا عندي الفرينه، خديت جوج كيسان ديال الفرينه، ومن بعد غادي نزيد عليهم معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه، الى عندكم هذه البودر او المعجنه، المهم كتاخدي معلقه كبيره. ومن بعد خديت الملحه على حسب الذوق، على حسب نتوما كيفاش بغيتو العبار. ومن بعد غادي ندير ثلاثه المعالق كبار ديال زيت الزيتون، زيت العود، وغادي نحاول هكا نبقى نجمع هادشي مع بعضياته. ومن بعد غادي نزيد عليهم كاس ديال العنبه المدافي باش غنجمع هاد الخليط ديالي. صافي، من بعد ما غادي نجمعها ونرجع نتلاقى معكم. بعد ما كنجمع العجينه ديالي على هذا الشكل هذا، المهم كتولي خفيفه بزاف، يعني كتولي كتلصق. من بعد هكا دلكتها شويه كبيدي وغنخليها كتخمر واحد 10 دقائق، ومن بعد غادي نرجع ندير شويه ديال الزيت ونحاول عاوتاني نبقى نوريكم الطريقه كيفاش كديروا لها. المهم خاصها تبقى قد ما هي خفيفه مزيان. صافي، غادي نبقى هكا كنديرها نجمع عندك واحد شويه ثاني ونحطها كترتاح 10 دقائق اخرى باش هكا تاني كتخمر ليا مزيان. ومن بعد غادي ندوز نوريكم طريقه التحضير باش غادي نزينوها. صافي، تبقاو على هذا الشكل هذا، سمحوا ليا مع التصوير يعني يتشد بها ويد كنصور بها شويه كتجيني صعيبه. المهم حتى كنحصل على العجينه ديالي كتولي على هذا الشكل هذا بعد ما كدلكوها مزيان. ودابا غادي نحطها هكا كتخمر، نرجع كنغطيها وغطيوها هكا بشي حاجه سخونه باش تخمر ليكم. المهم على حسب البلاصه فين حاطين تقدر حتى 20 دقيقه، المهم انا 10 دقائق وصافي وخمرت ليا مزيان ارتاحت. صافي، هنا من بعد غادي نزيد يديا وغادي نحاول هكا نخرج من هذاك الهواء. ومن بعد غادي نشد المقله الثقيله، غادي نزيدها شويه ونقرصها عليها كامله على المقله على هاد الطريقه هكا باش كتخوي وداك الهواء اللي كيكون فيها لداخل. صافي، وغادي نحطها فوق المقله، غادي نسرحها، ومن بعد غادي نوريكم اشنو غادي نستعمل. دابا غادي ندوزو نحضرو باش غادي نهي الخبيزه ديالي. المهم اول حاجه خديت الزعتر نقيتو، خديت هكا كجهد ملعقه كبيره ديال الزعتر، خديت شويه ديال الثومه بودر، وهنا درت هاد الحار ديال الاندومي كتعدي هاد الساشيه درتها حيت صراحه هاد الحار ديال الاندومي فيه واحد اللوغو زوين وين كيجي زوين. درتها هي ساشيه، وهنا درت زيت العود. المهم ديرو قد ثلاثه المعالق كبار او اربعه باش هكا باش ندهنوا الخبيزه ديالي. صافي، من بعد هنا انا غادي نزيد شويه ديال التحميره باش تعطيني داك البيجين زوين احمر، اولا تقدروا ديروا الهريسه، هنا كيبقى داكشي اختياري لكم. حتى اللي عنده مثلا زعتر اي حاجه، اولا داك التوابل اللي كتكون مخلطه حتى هي كتعطي واحد لوغو واعر. اي حاجه عندكم بغيتوا تزينوا بهذيك الخبزه ديالكم كيبقى اختياري لكم. صافي، دابا هنا غادي ندهن الخبزه ديالي ونرجع معكم.
صافي. هنا بعد ما دهنت هكا كلها مزيان، دابا غادي نبدا ندير هاد هكا بصباعي باش كتجي زوينه صراحه. مهم غادي نحاول ندير الخبزه كامله بحال هكا، ومن بعد غادي نزينها انا بشويه ديال الثوم وشويه الفرماج احمر. صراحه غير هكا ودخلوها للفران هكا طيب كتجي زوينه، يعني ماشي بالضروره كاين اللي ما يبغي لا ثوم لا فرماج. انا زدتهم هكا باش هكا تعطيني واحد صراحه حتى هي كيجي زوين، اولا تقدروا تخليوها غير هكا طيبوها كتجي زوينه. صافي هنا غادي ندير انا هاد الطون ديال الزيت، غادي نحاول هكا نفرشو عليها كامل ونزيد الفرماج احمر وغادي تدخلوها للفران. طيب المهم بحال غطيبوا الخبيزه ديالكم، صراحه كتجي زوينه بزاف وبنينه بحال شكل بيتزا. كنتمنىكم تجربوها صراحه غادي تعجبكم، ومن بعد ما طيب ارجع نتلاقى معكم. هنا بعد ما طيبتها كتجي على هذا الشكل هذا، وحضرت حتى هذه الشوربه طارقه ديالها بحال شكل الحريره، هي كتجي زوينه بالقمح مفسخ صراحه واعره. دابا نجربها معكم ان شاء الله، تسناو الفيديو ديالها. وهذه هي الخبيزه ديالي صراحه كتجي زوينه هشيشه رطبه والمذاق ديالها غزال صراحه زوينه. كنتمنىكم تجربوها وتسناو ان شاء الله غادي نشارك معكم حتى ديك الشوربه كتجي زوينه. وبقى ليا دابا الا نقول لكم بالسلام عليكم، تلاقاو في فيديو جديد.